اهلا اهلا يا حلوين، معاكم نور السيد في فيديو جديد. فيديو النهارده زي ما كتبت على انستجرام اللي موجود عندي هناك، هيفهم انا بتكلم في ايه. انا نزلت وخدت رايكم ان انا اعمل السلسله دي، ان انا اقضي يوم كامل لون واحد. فيعني الفكره حلوه، هي الغرض منها ان انا اجرب حاجات جديده، اشوف الحاجات الغامضه او المستخبيه اللي احنا مش واخدين بالنا منها ان هي بلون معين مثلا ان احنا هنمشي بيه في اليوم. فيعني احنا هنقضي يوم كامل بلون واحد اللي هو اللون الابيض. معرفش ليه اخترت اللون الابيض بالذات، بس في سبب مقنع شويه ان هو من الالوان الاساسيه اللي احنا بنستخدمها في يومنا. فلبست شميز ابيض وبندانه بيضة. جيت البس الطرحه البيضة فكرتني بايام المدرسه، وكان شكلها مش الطف حاجه عليا، فلبست كافيل، يعني هي برضو درجة من درجات اللون الأبيض. فلبسنا هنفطر بقى. كان عندي يعني اختيارات كتير. كان عندي اللي هو البيض، فكان في جبنة برضو، جبنة بيضة، فعملت سندوتش جبنة بيضة وكوباية لبن. فالسندوتش جماعة أنا دورت على عيش أبيض ملقتش بجد، مع إنه بيجي لنا كل يوم مع العيش اللي هو ده، بس ما اعرفش النهارده في ايه، يعني مش عارفه. وكوبايه اللبن، عايزه اوريكم الطبق لان هو كمان لونه ابيض. هنبدا بقى ان احنا نفطر دلوقتي. اشوفكوا على الغدا. طيب يا جماعه مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس البانر وقع، بس هجيب له بقى لزقه اقوى من كده، يعني هدور بره وكده. ف انا زعلانه بجد ان هو وقع، بس يعني هحاول ان انا اجيب له حاجه تكون قويه ان هو ما يوقعش. فانا لسه مخلصه فيديو دلوقتي، فيديو هو قصير جدا، ممكن وانا بمنتجه يصفى على 3 4 دقائق. فهو فيديو مهم جدا، فاتمنى تشوفوه. هو ممكن هو ان شاء الله هينزل بعد الفيديو ده ان شاء الله. الساعة دلوقتي 12، فهصلي الظهر ونبدا بقى ان احنا نعمل في الغدا على الساعة 2 3 كده، يعني لان انا فطرت الساعة 10:30 فمش جعانة لسه. بس كده. مين الصغنن اللي هيعمل معانا الغدا؟ ابيض. نعم. عايز ايه؟ طيب انت هو طيب يا جماعة شعيراتك، بصوا طيب يا جماعة القط سلم عليكم، ودلوقتي هنبدأ نعمل في الغدا. ثانية واحدة كده كويس. هنعمل الغدا. صراحة انا عارفة انا هعمل ايه من اول اليوم، لاني طبعا مش هعمل الغدا وانا على عماية كده. فهنعمل مكرونة بالوايت صوص، فهنسلق المكرونة وهنعمل الوايت صوص بتاعها، وهنسلق جنبها بيض بما انه لونه ابيض. فهنشوفه، يا رب الوايت صوص يظبط معايا. لاني جيت اعمله مرة وحطيت بدل ما احط 4 معالق دقيق مثلا، حطيت 4 كوبايات دقيق، فهو بيقول لي ايه اللي انت عملتيه ده بجد. فانا عرفت طريقة الصح، فهنعمله النهاردة واتمنى يعجبك. طيب يا جماعة وكده المكرونة تكون خلصت. هادي شكلها هنا مظلوم بجد في الكاميرا، هي شكلها احلى بكتير في الحقيقة. فهندوق بقى. بسم الله. طعمها جميل. ندوق تاني. هي حلوة؟ طبعا. ما عجبتنيش. بس هي حلوة. مش عجباني، مش عارفة ايه. انا عملت سندوتش جبنة تاني.
مش لاقي حاجه اقولها بجد، ما عجبتنيش خالص. طيب يا جماعة، ودلوقتي خلاص المفروض ان انا افطر، والمفروض ان انا اكون اتغديت، فانا اتغديت يعني الحمد لله شبعت. اقعد بقى اشوف همنتج الفيديو انا صورته، واقعد بقى استنى العشاء في نفس المكان اللي سبتكم فيه. فانا يعني فضلت اعمل بحوثات كتير اشوف ممكن ان احنا ناكل ايه في اللون الابيض تاني. فده مش العشاء يعني، بس هو كسناك كده بسيطة، لان انا بعد ما قفلت نمت، اني صحيت من الساعة 8. فعملت فشار، فانا طبعا كلت نص طبق قبل ما اصور، يعني ده طبيعي. عايز اعمل حاجة لو لاحظتوا، احنا اي حاجة عملناها النهاردة عشان تبقى باللون الابيض استخدمنا فيها لبن، فطرت بلبن. الغدا كان فيه الصوص بتاع المكرونه اللي انا يعني مش هجربها تاني، بجد مش هجربها تاني. حاسه ان انا اللي عملتها غلط، لان في ناس كتير قوي عملتها وعجبتها يعني. طيب يا جماعه، اتمنى ما اكونش طولت عليكم الفيديو ده، واليوم بتاع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم، وبس كده اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ودمتم بخير.